تنظن أنها كانت مباراة صعبة شيئا ما، لأنه كان الحماس ديال اللاعبين زايد شوية. الفريق الغاني كان ما عنده ما يخسر، لأنه خسر المباراة الأولى، فخلق لنا بعض المشاكل في الأول، وارتكبوا اللاعبين بعض الأخطاء، ولكن الحمد لله في الشوط الثاني رجعنا للنظام ديالنا العادي والهدوء ديالنا، والحمد لله استطعنا باش نحسموا المباراة وما تسجل علينا حتى شي هدف. باش نمشيو لا كوب دي موند ان شاء الله خصنا نمروا من هذه المرحلة ديال لا كوب دافريك. كاينين بزاف ديال العوامل اللي تنصطدموا بها، ماشي ضروري يعني تكون تكنيكمون ولا تكتيكمون واجد، كاين العامل الذهني والعامل النفسي، ثم لا فورم ديال لي جوور لي تاتفورم في داك النهار، كاين ظروف المباراة، كاين بزاف ديال العوامل اللي شفناها اليوم وأثرت بشكل كبير في الشوط الأول، لأن يعني الأهداف كلهم كانوا أخطاء. هاد المسائل خصنا نتجاوزوها باش إن شاء الله نستمروا في ما تبقى من المنافسة إن شاء الله. بالفعل بعد اللاعبين ولاو صراحة محفوظين عند الخصوم، هذيك ال11 دقيقة اللي تعطلنا وكأننا عاد بدينا المباراة، لأنها كانت أخطاء كثيرة في الشوط الأول، وبغينا نرجعوا للطريقة ديالنا، وحنا معروف أنه تنحاولوا نضربوا الخصم يعني في الدقائق الأخيرة، فهذه كلها كانت البحث عن كما قلت دوت سيستيم، اللي في الأخر أنا عارفين ما تستهسرش بالدقائق الأخيرة، هي أهم شيء كان في أي مباراة، وداك الشيء اللي وقع من بعد الدقيقة 11 كانت محاولة من محاولة وتسجلوا أهداف، وكانت الحصة تكون أكبر. الشوط الأول كان دخلنا الحارس الثاني باقي صغير، وأنا هدية طريقتي خصو يدخل وخصو يغلط باش إن شاء الله يقدر ينجح من بعد. كلهم قاع اللاعبين اللي تيغلطوا هذا هو الهدف منا، فلذلك فاش رجعنا في الشوط الثاني ودخلنا الحارس رجعنا للاستقرار، ودابا حنا الحمد لله ان السي محمد شريدو راه استفد باش يساعدنا في ما تبقى من المباريات ان شاء الله. فشوف الجمهور في القاعة في الفوتسال مؤثر، يعني الصوت ديالو تيوصل مباشرة للاعب، حتى التعليمات ديالنا ما تتوصلش، فداك الحماس الزائد هو اللي خلى صراحة ترتكبوا دوك الأخطاء اللي شرطوا ليها. فاللاعبين باغيين يلعبوا، باغيين يسجلوا، الفريق الخصم ما باغي شي يلعب، وقع لاعب في لازون ديالو يعني لتحت كاع في الديرنيي تيغ ديال الملعب، داك التسرع ما تيتسناو هذوك لي زيغور. فوالا دونك حاولنا اننا نرجعوا للهدوء، وبيان سور لي كوريكسيون كانوا دي كوريكسيون تاكتيك اللي بانت في الشوط الثاني في الاخر، اللي استطعنا اننا نفكوا الشفره. فصعيب صعيب تلعب مع فريق مستمت وفي لازون واللاعب متسرع، دونك جوج حوايج مختلفين اللي خلاو داك المشاكل في الاول. كي الحمد لله شوف لا اهم شيء عندنا هو لا رياكسيون كتكون جوست، هذا هو الاهم عندنا، فهذا امر طبيعي ان التطور تيكون في هذه اللعبه، في اي رياضه المنتخبات الافريقيه تتطور، فهذا المستوى التقني افضل. ثم اليوم في هذه البطوله احنا داخلين يعني منتخب مرشح فوق العاده، فلذلك كاينه واحد الاستماته الاشاره، احنا باقي ما ضمناش التاهل ديالنا حسابيا، لانه مباراه مع لا زامبي غتكون حاسمه، فهذا هو السبب ملي تيكون لعب معاك واحد الخصم اللي هو موتيفي من بلا ما يحتاج المدرب يتكلم معاه، راه المغرب لاعب ضدك. فاليوم حنا رابحين ب 8-3، ومع ذلك متحصرين، هذا راه شرف، هذا راه فخر. الماتش الاول عاوتاني ربحنا ب 5، ومع ذلك تنحسوا انه راه كنا نكونوا افضل، هذه مسألة اللي نقدروا نفتخروا بها كمغرب في هذه اللعبة هذه إن شاء الله. يعني هذيك غير مسألة باش نبقاو ديما في لا كونسونطراسيون ديالنا، ما خصناش نقتنعوا، راه واخا هكاك سجلنا 8 راه 3 د البيوت يتماركاو علينا ماشي مشكل، ولكن بأخطاء لا. فالفرق هو في المباريات الدولية تلعبوا مع فرق اللي هي كتبحث تلعب وتتزيد عندك وتتحاول اليوم رابح ب4 وراح ب5 والفريق يرفض انه يلعب، فهاد المسائل هذه هي اللي شويه حنا تنتحسروا عليها، وكون على يقين ان الجمهور واخا هكاك راه كاين كيتحسر على دوك الاخطاء اللي داروا، والحمد لله ملي تتبان، انا المهم عندي ملي تتبان السيطره في اخر المباراه وتدير المحاولات بزاف تيكونوا ضايع الفرص، ماشي مشكل. الصعوبه هي تتلعب مع فريق اللي ما تيخليكش توصل لعنده وما يخليكش ما تقدر دير حتى شي حاجه، هنا تنقدر نقول لك انه غيكون عندنا اشكال، فلذلك حنا تنمشيو مباراه بمباراه
والمباراة ديال زامبيا غادي تكون حاسمة إن شاء الله في التأهيل ديال النصف النهائي، لأن خصنا نتأهلوا النصف النهائي إن شاء الله وخصنا ندوزوا الأولين. يعني حنا مقاردين لا كونسونطراسيون بور لا سويت إن شاء الله. زعما الأجواء اللي كاينة في القاعة ما عمرها كانت في حتى شي دولة في أفريقيا، باش نكونوا واضحين، وحتى بعض الدول الأوروبية. يعني هذاك الشيء اللي تنشوفه اليوم، جماهير تجي، واحد الأجواء رائعة، أنيماسيون في المستوى، تنظيم في المستوى، القاعة هي تبارك الله. تنشكرهم بزاف، تنشكرهم بزاف. وهذا الشيء، هاد الأخطاء وداك الشيء، راه رغبة من اللاعبين أنهم يديروا أكثر من داك الشيء اللي نورمالمون تيديروه، فلذلك تنشكرهم. وعودة للماتش زومبي، اتونسيون، ماتش غادي يكون صعيب، صعيب بزاف. عندهم 3 بوان، حنا عندنا 6 بوان، ستادير لا ربحونا تولي عندهم 6 بوان. يعني ماتش غيكون مهم، ومهم بزاف. ومن الآن راه حنا غنمشيو نخدموا باش نوجدوا لهذاك الماتش، باش إن شاء الله نفرحوا به بإذن الله.